تعتبر الصداقة والشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية ذات أبعاد ثقافية وحضارية، فقد تم فتح المجال أمام الطلبة الدارسين لتلقي دراساتهم الجامعية والعليا في الجامعات الصينية، كما وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات لتطوير بعض مناحي التخطيط العمراني والحضري لمدينة أكسو الصينية، واتفق الطرفان السعودي والصيني على التعاون كذلك في مجال التدريب المهني. جانا إيميل من الجامعة أنه استعدوا بتجي إجازة الصين، إجازة الصين إذا جت كل شيء يقفل المدة تقريبا 3 أسابيع، مطاعم السوبر ماركت كل شيء يقفل. جانا إيميل أنه استعدوا، يعني إذا تبغى تشتري لك شيء تخزن في البيت أكل شيء من الآن تستعد للإجازة عشان ما تتورط بعدين. فأنا يعني تفاجأت أطلع الشارع ما عاد في أحد موجود في الشارع، كل الناس راحوا على ديرتهم، كان في عز الشتاء. فقال لي أنت وش بتسوي في إجازة العيد الصيني؟ قلت له والله قاعد في البيت ما راح أسوي أي شيء. فقال لي طيب إيش رأيك تروح معنا ديرتنا؟ ديرتهم تبعد 400 كيلو عن المدينة اللي فيها الجامعة، اسمها ليشان، منطقة جبلية وباردة جدا يعني في الشتاء. فانطلقت معه، جاني قبل العيد بيوم، طلعنا الساعة 7 الصباح على قريتهم، قرية جدا جميلة على النهر، وعرفني على عائلته، على أمه وأبوه وأخوانه. من شروط الابتعاث عندنا أنك لازم تدرس باللغة الأم، فأيضا فرصة أني أتعلم ثقافتكم ولغتكم. فكان في تعاون، يعني لما لاحظوني أنه أنا عندي مشكلة في التواصل في اللغة، في بعضهم يقول طيب أنا بشرح لكم بالبوتنخوا، فكان لما يتكلم بالبوتنخوا يضحكون الطلاب، يعني زي المعلم عندنا في الصف لما يجي يتكلم بالعربي الفصحى، فالطلاب ما هم متعودين على المعلم، انه خاصة اذا كان مادة ما لها علاقة باللغة العربية. فكان الزملاء يضحكون لكن يقولون يلا علشانك يا يانغون نخلي الأستاذ يشرح لنا باللغة الفصحى.